السلام عليكم بنات، اهلا وسهلا فيكم في قناتي ارورا مود. انتوا ما اعرف اللي يتابعوني يعرف انه انا دائما انزل فيديو يمكن مره واحده كل اسبوع، لكن قررت اني اسوي هذا الفيديو. يعتبر الحين اني نزلت فيديوهين في هذا الاسبوع لانه الفيديو اللي بسويه جدا سهل وما يحتاج الى اشياء يعني استخدمها. الفيديو بيكون عن احسن 10 برامج تنزليها للايفون، او اذا عندك تليفون سامسونج او اي اندرويد تقدرين انت تنزلي عليه برامج. اول شيء كنت حابه اقول انا مو مره احب التليفونات، يعني التليفون اللي كان عندي قبل هذا كان بلاك بيري، حتى كان بلاك بيري القديم مره، فشريت هذا لما حقي ضاع. وحتى هذا يعني تليفون ايفون 4S ولا S4، ما اعرف ايش، حتى ما اعرف هذا ايش يسموه، اعتقد انه 4S ولا S4. يعني اعتبر نفسي مره متطوره انه عندي هذا التليفون، يعني مو مره يعني احب تليفونات. البرامج اللي حتكلمكم عليها تقدري تنزليها على سامسونج. اختي عندها تليفون سامسونج 4S ولا S4، ما اعرف، دائما اتلخبط بين S4 ولا 4S، فشيكت عندها اذا تقدري تنزلي البرامج هذه ولا لا اللي بتكلم عليها، وطلع انه انت تقدري تنزليها في سامسونج، فاذا انت عندك سامسونج تقدري تنزليها في التليفون. وكمان حبيت اقول انه يعني هذا رايي الشخصي، يعني ممكن انت ما تحبي هذه الابلكيشنز لكن هم هذول اكثر ابلكيشنز استخدمهم، فممكن تستفيدي منهم ممكن لا، بس بوريك اياهم. وكمان هحط اساميهم تحت الفيديو اذا كنتي تبغي تعرفي اساميهم او ما لقطتي اساميهم وانا قاعده اتكلم عليهم. اوكي، بس كنت حابه اقول انه يعني عندي مليون الف ابلكيشن، بس اليوم بس حتكلم عن 10. يمكن انزل فيديو تاني عند ابلكيشن تانية تنزل بعدين او برامج تانية استخدمها. اول ابلكيشن بتكلم عليها اسمها انك فلو، ان شاء الله تقدروا تشوفوا الاسم، هذه هي انك فلو. بضغط عليها وهي كأنها دفتر، او دفتر تقدري تسوي فيه عدة سكشنز، يعني ممكن انت تحطي هنا بلس فيصير عندك سكشن جديد ويكون في عدة صفحات. احب استخدمه لانه مرة يساعدني ان انا انظم فيديوهاتي او الاشياء اللي يعني بتكلم عليها بالفيديوهات. فمثلا عندي هنا دي اي وايز او الاشياء اللي تصنعيها بنفسك، عندي هنا افكار حطيتها داخل الفيديو، سوري مو الفيديو، قصدي الدفتر، وهذه الصور انا سويتها وانا ركبتها. كمان بس بقول لك على ابلكيشن كيف تركبي صور وكذا. فبس يعني هذه واحده من الافكار اللي اسويها، او الافكار اللي انا اسويها احطها داخل هذا الفيديو او داخل الصفحات. الشيء الحلو فيه انك تقدري تسوي زوم وترسمي او تكتبي، مثلا بكتب ارورا مود كذا تكتبي داخل. تقدري انك تسوي مره زوم عشان يبين الخط كأنك قاعد تكتبي بدفتر، فتكتبي اي شيء انت تحبيه، مثلا I love يوتيوب، بعدين تسوي زوم اوت بيكون صغير، تحركي الصور اللي انت حطيتيها داخل، تقدر تحطي صور داخل. وكمان تقدري انك تكتبي مو باليد، تكتبي بالكيبورد، تكتبي اي شيء انت حبته. هذا هو بين الحين، وتقدري تختاري التكست وتقدري تكبري الخط، انا قاعده اكبره عشان لو انتم ما شفتوا. تقدري تحركي الكلام اللي داخل اللي انت كتبتيه، وحتى تقدري تختاري قلم رصاص، يعني الكلام تكتبيه يكون على هيئه قلم رصاص. تقدري تختاري الالوان، وتقدري تختاري اذا تبغي فرشه او شيء، حتى تقدري ترسمي عليه اذا تبغي. ف مره احب هذه الابلكيشن لانه احسها مره ترتب افكاري. عندي مثلا هنا يبين عندي هنا مثلا فساتين او شيء مثلا انا صممتها زمان لاني احب التصميم. المهم هو عبارة عن دفتر تقدري تحطي فيه اللي انت تبغيه، وتقدري تقسمي لعدة اقسام. وهذه هي اول ابلكيشن.
تاني ابليكيشن بتكلم عنها اسمها يملي، وعشان انا ما عندي كيبورد عربي فمرة احب هذه الابليكيشن لانه اقدر اكتب فيها بالعربي وبالانجليزي اقدر اكتب فيها بالانجليزي ويتحول لعربي. يعني مثلا حتى البرنامج يفهم حرف العائل، هي نستخدم 3 او 7 او اي شيء. فمثلا عندك هنا كلمة حلوة فعلى طول يطلع لك. فأنا عادة لما أبغى أتكلم بالعربي على الواتساب أو مع صحباتي بالعربي أستخدم هذا الشيء. أعرف إنه هو شوي يعور الراس لكن ما عندي كيبورد عربي فمرة أحب أستخدمه، حتى أحيانا أستخدمه لما أكتب على اليوتيوب أو شيء أسوي كوبي بيست. ثالث أبليكيشن حتكلم عنها هي اسمها بلوج لوفن، BLOGLOVIN. مرة أحبها لأنه فيها مليون ألف بلوج للناس اللي يحبوا الفاشن أو الطبيخ أو الناس اللي يهتموا بالبشرة. ففيه عدة بلوجز فكل شوي يصير في أبديت أو كل شوي يتجدد، يعني مو كل شوي نفس الشيء أو نفس الصفحات. هو عبارة عن بنات، أغلبهم بنات اللي هم يحبوا الفاشن أو يحبوا البلوج، فيحطوا صورهم أو صور الأشياء اللي دارجة بالفاشن أو يعني مثلا أشياء هم يسووها. فالأشياء اللي مرة مشهورة تطلع لك بالهوم بيج، وتقدري أنك تسوي واحد وتحطيه داخل إذا أنت تحبي تسوي بلوجز، ويحط لك أكتر شيء هنا على جنب، يحط لك أكتر شيء اللي هو البلوجز المشهورين، فأنت تختاري البلوجز اللي أنت تحبيها. فيه مليان بلوجز فتقدري أنت يعني تختاري اللي تبغي. بس مرة أحبه لأنه أغلبه عن الفاشن وحتى الأشياء اللي يحطوها حلوة. فمرة أحب هذا الشيء، أو يعني مثلا هذه عجبتني. يعني هو العيب اللي فيه إنه هو بالإنجليزي، فإذا أنت مو مرة تحبي تشوفي أشياء بالإنجليزي فيمكن ما يعجبك. لكن أنا صراحة ما أقرأ، يعني بس أحب أتفرج على الصور أحيانا. وعندهم كمان أشياء يعني كيف تسوي شعرك أو تسريحات للشعر أو الكاميرات اللي يستخدموها. يعني هو عبارة عن بنات يحبوا يسووا بلوجينج على الإنترنت، فيحطوا الأشياء اللي هم قاعد يسووها داخل البلوج وبعدين يحطوا على هذه الأبليكيشن. يعني إذا أنت تحبي تتفرجي على بنات يسووا بلوج تقدري تيجي هنا، لأنه هذه الأبليكيشن تجمع البنات اللي يحبوا يسووا بلوج. وإذا أنت تحبي يعني تحبي تسوي بلوجينج تقدري إنه أنت تسوي واحد وتحطيه داخل، وحتى بالعكس ممكن تحطيه بالعربي. أنا مرة أشجع إنه البنات يسووا هذا الشيء بالعربي. رابع أبليكيشن بتكلم عليها اسمها Perfect 365. هذه الأبليكيشن أنت لو عندك صورة وتبغي تعدل فيها وتحطي فيها مكياج تقدري تحطي لك داخل مكياج أو تغيري أشياء. أنا ما بحط صورتي، بحط صورة تانية. فخلينا نروح الإنترنت نحط مثلاً، انا حطيت نو ميك اب فيس عشان اوريكي هو كيف الافكت حقه بيكون. خلينا نختار هذه حلوه او بتضيفيها وتسوي سكان عليها فيطلع لك العين او الفم او شيء. هو من لوحده هو اللي يختار النقط، تقدري انت تعدلي النقط اذا تبغي وتحطي اوكي. بعدين هو اللي يسوي لك الميك اب. إذا أنت عندك سواد تحت العين أو شيء هو مرة يعني كويس حق هذه الأشياء. مثلا هنا في عيب إنه مثلا الحمرة نازلة تحت، فإيش تسوي؟ تحطي edit وتروحي عند key points وبعدين تعدلي وترفعي النقطة فيعدل لك إياها. يعني أنت تلعبي بالنقط لغاية ما يكون الشكل كويس. زي ما انتم شايفين سوالها ميك اب بالعين، فتقدري تختاري اي نوع ميك اب انت تحبي. فزي ما قلت لك يسوي اشياء مواجد، واذا انت ما عجبك تقدري تسوي edit روحي key points. مثلا هي هنا العين حقتها مو مره مسوينها صح، فتلعبي بالنقطه لغاية ما يعجبك شكل العين أو تحس إنه صار شكله طبيعي. مثلا هي يعني تقدري تروحي الفيس حقك. هذا شيء مو أنا ما مرة أعيده، يعني ما أحب إنه ألعب بشكلي الخلقي. أحس إنه أنت مفروض تكوني مبسوطة بالشكل اللي الله أعطاك إياه لأنه أعتقد إنه أنت جميلة.
فتقدري إنه أنت ترفعي خدك أو شيء. أحب هذا البرنامج، بس العيب اللي فيه إنه تقدري تختاري اللون الليبستيك أو شيء. وأحلى شيء في هذه الأبليكيشن إنه هو ببلاش، تقدري تبيضي أسنانك إذا أنتي قاعد تضحكي بالصورة، وتقدري تبتسمي كمان إذا أنتي دائما تبوزي بالصور. فهي هذه الفكرة حقت البرفكت 365. لكن العيب اللي فيه انه لازم يكون وجهك ستريت، يعني ما ينفع انه شعرك يغطي عينك او تكون وجهك لافة على الجنب او شيء، لازم يكون وجهك ستريت. فاذا عندك صورة وجهك فيها ستريت حطيها تستفيدي منه، اذا وجهك على جنب او شيء ما رح تستفيدي منه. فهذا هو العيب حق هذه الابليكيشن. اوكي، خامس ابليكيشن بتكلم عليها هي اسمها Arab Fashion for Arabs او عرب فاشن. انت بس اكتبي، لما تدوري عليها اكتبي Arab Fashion فبتطلع لك. اول ما تفتحي البيج بيطلع لك عدد سكشنات، في ازياء، في مكياج، في صحة، في رجيم، في تات، في تاتو، ما اعرف ايش عندهم تاتو. المهم في اتيكيت، انا بضغط على ازياء. واحلى شيء فيه انه دائما يتجدد، فمو دائما نفس الشيء. بيطلع لك الاشياء الدارجه بالازياء والشنط، او مثلا حركات المانيكيرات الجديده اللي البنات يحبوها. فاحلى شيء فيها ان هي دائما تتجدد. وهذه بس كانت سكشن واحده اللي هي سكشن الازياء. خلينا نرجع مثلا نحط اذا تبغي ابلكيشنز تشبه هذه الابلكيشن، في عندي واحده اسمها زينه تقدري تنزليها، وفي حلاكي، وفي تفاصيل أنثى، وفي عالم الموضة، وفي للبنات فقط. لكن أنا اليوم بس بتكلم عن Fashion for Arab. سادس أبليكيشن بتكلم عليها Heart Rate. هم يستخدموا تليفون، فمرة كويس إنه أنتي تنصحيهم هنم يستخدموا هذه الأبليكيشن. تحطي أصبعك وراء بالكاميرا فيسوي calculation حق Heart Rate حقك، أو نبضات القلب في الدقيقة الواحدة. اوكي، يعني انتوا فهمتوا الفكره، لكن ما اعرف هو ايش فيه مره بطيء، فيمكن هذا هو العيب حقه. يمكن لازم تسوي له ابديت او شيء، ما اعرف. لكن اول ما استخدمته كان يشتغل كويس. المهم عرفت الفكره، فيمكن هذا هو شيء من العيوب حقته، انه هو ما يعني ما يسوي بسرعه. بس كان مره اسرع، يعني ما اعرف ايش صار فيه. سابع ابلكيشن بتكلم عليها هي Pinterest، اعتقد كذا يسموها Pinterest، وهذه هي اللي على حرف البي. وأحلى شيء إن هي كمان ببلاش، بس لازم يكون عندك أكاونت. الشيء اللي مرة يعجبني فيها إنه تقدري تدوري على أي شيء تبغيه ويكون موجود عندهم. يعني مثلاً خلينا هنا نسوي search DIY paper flower، يعني كيف تصنعي ورود من الورق. فتضغطي search ويطلع لك 1000 شيء عن كيف تصنعي ورود من الورق. وأحلى شيء فيه إنه هو مو بس صور، هي يعني صور يجيبوها من النت. فمثلا أنتي تضغطي على هذه حلوة، وبعدين تضغطي على الموقع اللي عندهم فيحول لك على الموقع ويوريكي كيف تسوي الوردة، فبيعطيك الطريقة إنه أنتي كيف تسويها. أنا أستغرب إنه ما في بنات عربيات، سوري أوبس، في لوبات. المهم أستغرب إنه ما في بنات عربيات عندهم هذا البرنامج، لأنه مرة أحبه. وأحلى شيء فيه إنه لو عجبك شيء تقدر تسوي بنت، يعني هو كان أنتي عندك بورد بالغرفة أو عدة بوردات وتسوي بنت، فإنه أنتي تلصقي الصورة أو الطريقة فالسكشن اللي تبغيه. تقدري تسوي عدة سكشنز. أنا عندي هنا cool DIYs فضفتها لهذه السكشن. تقدري تسوي فيطلع لك 1000 شيء عن الكوكينج. فمثلا لو أنتي حبيتيها تسوي، تضغطي عليها وتحطي pinet. بعدين مثلا عندي أنا هنا عدة سكشنات، عندي شعر hair، وعندي أشياء تانية أو شوز.
أضيف سكشن جديدة وتختاري التايتل حقها، بختار اسمها cooking، بعدين done، بعدين create. فلما أسوي لها pin تنضاف للسكشن حقة الكوكينج، وزي ما قلت بسوي طبخ، بسوي search، فبيطلع لي أشياء عن الطبخ أو وصفة. وبعدين تقدري تسوي pin لو فستان أنتي عاجبك، وأنا بضيف سكشن حقة الدريسز. done create، وبتكون انضافت الصورة للبورد. بروح بروفايلي، وزي ما انت شايفة عندي عدة بوردات، عندي فساتين، عندي هير. خليني اوريك شوي صور من اللي عندي بالهير. انا مرة احب شعر بريف، البنت اللي من بريف ما اعرف ايش اسمها. وعندي كمان صور لشعر من دولتشي جابانا، مرة عجبني شعرهم وناويني اسوي فيديو قريب عن كيف اسوي هذه التسريحات. فهذه الاشياء اللي انا حوشتها، فمرة عجبني هذه الابليكيشن. بس العيب اللي فيها انه انتي ما تقدري تسيفي الصور عندك بالتليفون. الطريقة لو اني انتي تسيفي الصور انه انتي تفتحي نفس الموقع من كمبيوترك، فتقدري تسيفي الصور من الكمبيوتر بس مو من الجوال. تامن ابلكيشن حتكلم عليها اسمها فليكسو. عشان اكون صريحه معكم ما اعرف استخدمها، يعني حاولت استخدمها بس ما اعرف. هي البنات اللي مره يحبوا التصوير، فكره حقت البرنامج انه مثلا انت يكون عندك صوره ثابته ومتحركه بنفس الوقت. يعني مثلا عندك هذه الصوره، ما اعرف اذا انتم شايفين، لكن السمكه قاعده تتحرك لكن الصوره ثابته. صراحة عشان بس أكون صريحة معاكم، جديدة الأبليكيشن، فشي جديد تكنولوجي، فما حبيت هذا الشيء. يعني الحلقة حقها قاعد يتحرك شوي بس الصورة ثابتة. فإذا أنت تحبي التصوير أو تحبي إنستغرام مرة حلو. تاسع أبليكيشن حتكلم عليها هي إنستا تكست. وهذه الصورة، قصدي الصورة، هذه الأبليكيشن أعتقد أكثر شيء بحبوها الناس اللي يحبوا إنستغرام. أحلى شيء إنه أنت تقدري تضيفي أشياء في الصورة. فمثلا عندك هذه الصورة حقت هذه البنت، بحط يوز، هنستنى. بعدين بيكون عندك افكتس متعددة تقدري تستخدميها. شيء حلو فيها إنه أنت تقدري تضيفي استيكرات. يعني مثلا عندك هذه الصورة، صورة شنب، تضيف لها شنب. وتقدري تغيري الانتنسيتي حق الكولر، أو إنه أنت تخليه فاتح أو غامق. فمرة حلوة حق الناس اللي تحب انستغرام. فهي هذه الفكرة حقت هذا البرنامج، اسمه انستا تكست. تقدري تنزليه ببلاش، لكن في اشياء ما تقدري تستخدميها ببلاش. فالاشياء اللي ما تقدري تستخدميها ببلاش تكون اشياء ادفانس، يعني ممكن انت ما تستخدميها، يعني اشياء متقدمة بالبرنامج. فممكن انت تضطري انك تدفعي، اعتقد انه سعره مو غالي، حوالي 10 ريال او شيء زي كذا. هذه كانت تاسعة أبليكيشن. آخر أبليكيشن بتكلم عليها قبل أتخلص البطارية اسمها بوليفور. في موقع بوليفور، ما أعرف إذا أنتوا تعرفوا عليه ولا لا، أعتقد كده يسموه بوليفور. أحلى شيء فيه إنه أنتي تشوفي ملابس أو ناس يطقموا ملابس على بعض، فتجيبي أفكار حق الفاشن. فمرة حبيت هذه الأبليكيشن. وكمان يعني لو تسوي سيرج هناك، انا ما اعرف اسوي سيرش هنا، لكن اسوي سيرش من الانترنت على الكمبيوتر، فتعطيك افكار حق الفاشن. او اذا انت تبغي تدوري على شيء معين تبغي تشتريه، فممكن تلاقيه هناك وتلاقي سعره، بعدين هم يدلوكي من وين تشتري. بتكلم عن هذه الابليكيشنز في فيديو تاني شكلي، لاني مره طولت وتكلمت عن 10 ابليكيشنز. يا رب يكون فاتكم الفيديو. اذا فاتكم لا تنسوا تسوي لي لايك وسبسكرايب، ومره شكرا عشان انتم تابعتوني على قناتي. يلا بشوفكم إن شاء الله المرة الجاية. باي.